مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل بشأن تطورات الحرب الصهيونية على قطاع غزة ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ أديب زيادة. مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا بك يا حياك الله. كما تنضم إلينا من الضفة أو من جنين بالضفة الغربية المحتلة الباحثة السياسية الأستاذة سناء زكارنا. مساء الخير أستاذة سناء. يسعد مساك ومساء ضيوفك وجميع المشاهدين. أهلا بكم. نبدأ مع الأستاذ أديب. أستاذ أديب، جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين يوم عيد الفطر المبارك باغتيال 3 من أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده كذلك. كيف تقرؤون هذا الاستهداف الصهيوني للمدنيين والأطفال في يوم العيد؟ ما الرسالة التي أراد إيصالها الاحتلال للعالم ولغزة؟ طبعا السياسة الإسرائيلية منذ أمد بعيد تقوم على فكرة المواجهة حتى كسر العظم مع المقاومة الفلسطينية، لذلك هي تستهدف المقاومة من رأس الهرم إلى أدناه، بمعنى أنها اغتالت قيادات من الصف الأول في المقاومة من كافة الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس. اغتالت قيادات بوزن الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وغيرهم من القيادات الأخرى عبر مسيرة طويلة من المقاومة، وخلال فترة الحرب الحالية أيضا اغتالت قيادات كثيرة واغتالت أيضا من أبنائهم وعائلاتهم وذويهم الكثير. يعني معظم أو كثير من الاستهدافات التي حصلت في قطاع غزة هي استهدافات يعني بنسبة كبيرة يعني بالورقة والقلم، بمعنى أنها كانت تستهدف بعض الأشخاص بعينهم، تستهدف عائلاتهم، تستهدف أبنائهم، تستهدف نسائهم، تستهدف المحيط بهم، تستهدف الحاضنة التي احتوت هؤلاء الناس عبر مسيرة طويلة من المقاومة. لذلك استهداف أبناء الأستاذ إسماعيل هنية لم تخرج عن هذا السياق، سياق المواجهة حتى كسر العظم، وهذا يدل على أنه يعني رئيس الهرم الإسرائيلي لا يريد حقيقة لهذه المعركة أن تتوقف، يعني هو ذاهب بها حتى النهاية، لا سيما طبعا أنها تحدث في وقت ينتظرون فيه رد حركة حماس على الصفقة المتوقعة والمحتملة كانت والمقدمة على الطاولة كما نوكشت في القاهرة. لذلك المستوى السياسي الإسرائيلي يعني يريد ربما كان من هذه الضربة تحديدا أن ينقل رسالة لحركة حماس بأنها يعني ليست في كل قياداتها وكل أبنائها وكل عائلاتها ليست في منأى أبدا عن الضرب، ويجب عليها أن تأخذ القرار الذي تريده إسرائيل. ولذلك أعتقد هو يعني كان بشأن هذه الضربة أن تكسر ربما المقاومة، أن تكسر ربما قرار حركة حماس، وأن تحاول أن تأتي بها إلى الإذعان ربما المتطلبات الإسرائيلية. ولكن أعتقد أنه يعني حركة حماس والمقاومة كما قال يعني الشيخ إسماعيل هنية أمس بأنه الذين قتلوا هم أبناءه، صحيح، ولكنه كل أبناء الشعب الفلسطيني الذين قتلوا عبر 6 أشهر تحديدا 40,000 قتيل شهيد فلسطيني خلال الفترة الطويلة كلهم أبناءه. ولذلك لا أعتقد أن المستوى السياسي المقاوم سيأخذ قرار أو المستوى الميداني المقاوم سيأخذ قرار بناء على أنه قتل أبناء الشيخ إسماعيل هنية أو لم يقتلوا. لذلك أعتقد أن الإسرائيليين واضحون في مسعاهم، واضحون في رسالتهم، واضحون في مأربهم، هم يريدون كسر المقاومة، يريدون كسر معنويات الشعب الفلسطيني، ويريدون ربما يعني أن يأتوا بالشعب على ركبتيه كما يقولون. ولكن طبعا خبرتنا بالمقاومة الفلسطينية عبر مسيرة طويلة بأنها لا تنكفئ أبدا أمام الضربات، ولا يعني تنكسر أبدا أمام الضربات، وكلما ذهبت قيادة وكلما ذهبت حتى أبناء قيادات تأتي قيادات أخرى جديدة والقيادات هذه تستمر. أريد أن أسأل أستاذة سناء بشأن حادثة مقتل أو استشهاد أبناء وأحفاد أستاذ إسماعيل هنية. بعض خصوم حركة حماس وكذلك نهج المقاومة كانوا يتهمون قادة حماس وأبناء المقاومة بالعيش في أمان ورفاهية خارج قطاع غزة وترك الناس في القطاع ضحية لآلة الحرب الصهيونية. هل أعطت جريمة الاغتيال الصهيوني ردا على من يرون أن هناك انفصالا ما بين المقاومة وما بين الشعب الفلسطيني؟ دعنا نكون صادقين أن المقاومة الفلسطينية أثبتت جدارتها في الميدان العسكري، وأن القادة السياسيون ارتقوا كثيرا في أسلوب التفاوض ومواجهة الاحتلال الصهيوني،
ستة شهور واليوم ندخل على الشهر السابع من العدوان على قطاع غزة، لم يحقق الاحتلال الصهيوني بالرغم من دعمه من عن طريق قوى عالمية على الحرب على قطاع غزة، لكنه لم يحقق على شيء من هذه الإنجازات. اتبع أسلوب التدمير والحزامات النارية، اتبع أسلوب المجاعة في قطاع غزة، اتبع أسلوب أن يضرب الحاضنة الشعبية عن طريق توليفة العشائر وإيجاد إدارة مدنية داخل قطاع غزة، ومع ذلك فشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية وبالذات على رأسها المقاومة الإسلامية حماس. نقول أنه تعمد أن في الفترة الأخيرة أن ينشر ضبابه الإلكتروني عبر صفحات كثيرة تتهم المقاومة الفلسطينية عن طريق أن يضرب الحاضنة الشعبية التي تلتف حول المقاومة الفلسطينية. انتشرت كثير من الصفحات التي تضرب أخلاقيات قيادات العمل المقاوم وتضرب عائلاتهم، وكان كثير منها يبث إعلامه عن طريق أن أبناء القيادات يعيشون في قطر وفي تركيا وفي الفنادق أو مختبئون في الأنفاق، وأن الشعب أهلنا في قطاع غزة يدفعون الثمن القتل والدمار وما آلت إليه الأمور، وتحميل المقاومة الفلسطينية هذا ما تم تصديره داخل قطاع غزة وآلة الدمار التي تم عن طريق آلة الحرب الصهيونية. ولكن اسمحي لي أستاذة سناء، اسمحي لي هنا أن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. يعني أن العدوان الصهيوني حينما استهدف أبناء إسماعيل هنية كان هذا بمثابة تعري وفضح لجميع الشخصيات والقيادات وأبناء الاحتلال حينما حاولوا أن يضربوا شخصيات الوقت المقاومة. لو سمحتي لي، في ذات الوقت هنا أيضا إسرائيل وقواتها ربما خدمت حركة المقاومة حماس بأنها أظهرت أنها ليست منفصلة عن الشعب بهذه الحركة. يعني صدقت أن هذه الضربة التي تلقاها إسماعيل هنية على الجميع وقيادة العمل برغم أنها مؤلمة على الجميع بالتأكيد أيا كانوا أبناء يعني إسماعيل هنية أو غيرهم، يعني هي مؤلمة للجميع، لكن سبحان الله كانت كاشفة للاحتلال وتعري وزادت رصيد المقاومة الفلسطينية. اليوم حسب استطلاعات الرأي أن ما يقارب 92% من الشعب الفلسطيني يلتف حول المقاومة الإسلامية حماس ويلتف حول المقاومة بشكل عام في مقاومة الاحتلال الصهيوني. يعني استهداف أبناء القيادات كان جدير بأن يثبت أن أبناء القيادات أسوة بأهلنا في قطاع غزة، ثبتوا في الشمال قطاع غزة أن حتى أنهم لم ينزحوا إلى الجنوب للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم، ما زالوا في الشمال ثابتين صامدين مرابطين ملتفين حول هذه المقاومة. كانت هذا بمثابة هدية مجانية من الاحتلال الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، ونقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكل فعل يفعله الاحتلال يؤتى ثماره على الساحة الفلسطينية والتفاف مزيد من المقاومة. نقال ما قبل 7 أكتوبر لم يكن هناك رصيد كبير لدى المقاومة أو رصيد المقاومة وبالذات حماس، لكن ما بعد 7 أكتوبر وكلما تمادى الاحتلال الصهيوني في جرائمه في قطاع غزة وفي الضفة الغربية نرى أن كثير من الالتفاف حول المقاومة بشكل عام والالتفاف حول المقاومة الإسلامية حماس في هذا المضمار. هنا أستاذ أديب، مسؤولون صهاينة يراهنون على أن جريمة الاغتيال لأبناء هنية ستمثل ضغطا على قادة حماس قد يسفر عن تراجعهم في الموقف التفاوضي للحركة في مباحثات وقف إطلاق النار الجارية بوساطة مصرية أمريكية قطرية. إلى أي مدى تراهن أو ترى أن رهان الصهاينة سينجح في تحقيق أهدافهم وستعمل قضية قتل أبناء هنية على انسحاب حماس ربما أو تقليل من سقف مطالبها؟ أستاذ أديب، الصوت لا يصلنا من حضرتك. أقول أن هذا يدل على أن هناك تخبطا وقصر نظر في المستوى السياسي والمستوى العسكري الصهيوني، لأنه المقاومة تحديدا حركة حماس يعني خبرتها الطويلة في تقديم التضحيات على صعيد الشهداء والقيادات والكوادر سواء كانوا مستويات أولى أو ثانية أو عاشرة أو ما إلى ذلك، يعني لم تثبت أبدا بأنها يعني قابلة للكسر أو قابلة للإخضاع، يعني ولو أرادت أو لو أثر هذا الأمر بحركة حماس لربما أثر بها عندما
قصفوا عربة الشيخ أحمد ياسين وقتلوا الرنتيسي وقتلوا الجمالين وقتلوا آخرين، أبو شنب وصلاح شحادة ومسيرة طويلة جدا جدا أخي العزيز من الشهداء. لذلك في هذه اللحظة تحديدا طبعا المستوى السياسي ربما قطعا يريد، يعني نتنياهو بالقطع هو يريد إفشال هذه المفاوضات التي ذهب إليها أصلا تحت ضغط الشارع الإسرائيلي وتحت ضغط الأمريكي تحديدا، وأراد أن يعطي مبرر ربما للحركة الآن ربما أن تنسحب أو تنكسر، أن تنسحب من المفاوضات نهائيا أو أن تنكسر في هذه اللحظة. وأنا أعتقد أنها لن تنسحب ولن تنكسر، بمعنى أن موقفها سيظل موضوعيا، لأنه الذين قتلوا صحيح أنهم ثلاثة من أبناء الشيخ هنية، وهذا يعني الكثير فيما يتعلق برمزية الشيخ إسماعيل هنية، وهذا يعني أن يكون رجل رقم واحد في المقاومة أن يستهدف عائلته وأبنائه بهذا الشكل في هذا اليوم تحديدا يوم العيد، وفي هذه اللحظات التحديدة التي ينتظرون فيها الرد من حركة حماس. إلا أنه تأكيد المقاومة على أنه هؤلاء الأبناء هم جزء من الشعب الفلسطيني، وهم يعني 3 من 40 ألف قتلوا في هذا الشعب الفلسطيني خلال الفترة السابقة. الصورة التي ظهر فيها الأستاذ إسماعيل هنية وهو يستقبل خبر ونبأ استشهاد أبنائه وأحفاده، كيف كانت ردة فعله؟ كيف سيكون وقعها على الاحتلال؟ وهذه رسالة أخرى حقيقة، يعني رباطة الجأش التي أبداها الشيخ هنية فيما يتعلق بسماعه لنبأ أبنائه وردة فعله واستمراره في القيام بمهمته التي كان على رأسها بزيارة الجرحى في المستشفى وفي مستشفى حمد هنا، أعتقد أن هذا كانت رسالة واضحة للإسرائيليين بأنه القائد لا ينكسر، سواء كان قصف بيته، قصف أبناؤه، قتل ذويه، لا أعتقد أنهم يعني سيكسرونه. لذلك كانت الرسالة واضحة بأنه رباطة الجيش التي أبداها الشيخ وإيمانه والعقائدية التي ينطلق منها تثبت بالقطع، سواء كان للإسرائيلي أو الأمريكي أو من راهن على فكرة كسر هذه القيادة وكسر هذه المقاومة وكسر موقف المقاومة في هذه اللحظات، أنه لن يكون بالإمكان فعل ذلك أمام مثل هذه الإقامات الشامخة، ولن يتمكن هؤلاء أن ينالوا من المقاومة الفلسطينية على طاولة المفاوضات ما لم ينالوه في الميدان، بمعنى أنه الميدان كان يريد أهداف محددة، كسر الحركة سياسيا، كسر الحركة عسكريا، وأقصد المقاومة عسكريا وسياسيا، وأرادوا أيضا أن يعيدوا ربما أسراهم في قطاع غزة. كل هذه الأهداف أخي العزيز لم يتمكنوا من تحقيقها. لذلك الرسالة الواضحة التي أبداها الشيخ وقيادة الحركة وقيادة المقاومة خلال المرحلة يعني بعد الضربة هذه تحديدا، أعتقد أنها رسالة واضحة، واعتباره أن أبنائه جزء من أبناء من كل الشعب الفلسطيني وأن كل الشعب الفلسطيني وأبنائه، أعتقد هذه رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك تأثير على الموقف بما يتعلق بالصفقة، وأنه ستدرس مسألة الصفقة وبنود الصفقة بموضوعية كاملة أخذا بالاعتبار المصلحة الفلسطينية الكاملة. هنا نأتي عند نقطة أستاذة سناء، أنه بينما تعرب حكومة نتنياهو عن انفتاحها أو كما تظهر ذلك على التفاوض بشأن هدنة في قطاع غزة، تواصل في الوقت نفسه التهديد ببدء حملتها العسكرية على مدينة رفح جنوبي القطاع. كيف نفهم هذا التناقض، أنه يريد أن يذهب في مفاوضات ولكنه يهدد باجتياح رفح وهناك مأساة كبيرة تحذر منها جميع المنظمات الإنسانية؟ يعني أستاذ الكريم، أن بنيامين نتنياهو يعرف أن الذهاب إلى المفاوضات بطريقة جدية والحديث عن صفقات الأسرى هذا من شأنه أن ينهي الحرب على قطاع غزة، وبنيامين نتنياهو لا يريد أن ينهي هذه الحرب، لأنه باعتبار إذا انتهت هذه الحرب ستكون في اليوم التالي هو سيكون أمام استحقاق وأمام محاكم إسرائيلية ستنهي حياته السياسية. هو يحاول، هو لا يفاوض، هو يلعب ويشتري الوقت عن طريق التفاوض محدودية الصلاحيات للوفد المهني المفاوض في مصر، ونقول أنه يكسب الوقت من أجل أن يشتري صورة نصر داخل قطاع غزة يصدرها للمجتمع الإسرائيلي ويعود إليهم. يعني كيف له أن يعود بعد 6 شهور والشهر السابع على داخل المجتمع الإسرائيلي وهو خالي اليدين دون تحقيق أي صورة انتصار حقيقية؟ بالفعل الاحتلال الصهيوني لم ينتصر في هذه المعركة، نتحدث عسكريا واستراتيجيا وسياسيا،
سياسيا، وبالتالي هو انهزم في 3 محاور، لكنه نجح فقط في الإبادة الجماعية وتعظيم الحالة الإنسانية، وهذه هزيمة أخلاقية وتعري له وانتهاك للقانون والمواثيق الدولية. نقول أنما كلما تحدث الإعلام وكان هناك ضغط دولي من الوسطاء من أجل الحديث عن صفقات الأسرى، يلوح بنيامين نتنياهو أنه سيذهب إلى رفح من باب الضغط على المقاومة الفلسطينية أن تنزل تحت الشروط الإسرائيلية، ويعتبر أنها أداة ضغط الذي يتحدث حينما يدخل إلى رفح، تتحدث عن بقعة جغرافية صغيرة ستحدث فيها مجازر وتعظيم الحالة الإنسانية، ولكن في هذا الموضوع أقول أنها أداة ضغط حقيقية. طيب. وليست من باب الجدية أنه سيدخل إلى رفح، لأنه يدرك دائما يقول أن لا يمكن أن تنتهي الحرب دون الدخول إلى رفح، وأن الوقوف قبل الدخول إلى رفح لا يحقق أهداف الحرب، ولكن هو يدرك والقادة السياسيين والعسكريين داخل الكيان أن دخولهم إلى رفح لم يحقق أي هدف من أهداف المعركة، ما حدث في الشمال والوسط 7 شهور من العدوان، وأنه لم يحقق أي أهداف عسكرية، وبالتالي سيكون كذلك في رفح. ونقول ماذا بعد رفح؟ إذا دخل إلى رفح وسيعود فاضي اليدين، ماذا سيكون أمام بنيامين نتنياهو؟ ما هي الخطة وماذا بعد رفح؟ منظمة أوكسفام تقول أن هجوم إسرائيل على رفح سيخلف كارثة لأكثر من 1,000,000 شخص لا يجدون مكانا يلجؤون إليه. برأيكم أستاذة سناء، كيف سيكون حجم الأزمة الإنسانية في حال نفذ الاحتلال فعلا هجماته على رفح؟ يعني أنت تتحدث كما تحدث سابقا أستاذ الكريم، بقعة جغرافية صغيرة يقطنها 1.5 مليون نازح، وأن يعني أن حتى بعض الفيديوهات التي تبث من داخل شوارع رفح أن الناس متكدسين في الشوارع وعلى حافة الطرق ويعتاشون عليها، بالتالي أي ضربة في من شأنها مهما كانت صغيرة ستكون أمام مجازر كبيرة وتعري للكيان الصهيوني وتعظيم الحالة الإنسانية وإراقة الدماء. وتتحدث اليوم يعني نازحين كل المناطق، ستكون أمام كارثة بالفعل حقيقية، وبالتالي كون أنه لا يوجد هناك دعم دولي لبنيامين نتنياهو من أجل الدخول إلى رفح، نقول أن لغاية اليوم كان يحظى بنيامين نتنياهو في الدعم الدولي في حربه على قطاع غزة، ولم تكن أداة ضغط حقيقية، ولكن الذهاب إلى رفح. اسمحي لي في دقيقة ونصف بقيت لي أن أسأل أستاذ أديب، صحيفة وول ستريت جورنال تقول أن حركة حماس رفضت خطة لواشنطن بشأن هدنة مؤقتة في غزة، وطرحت بالمقابل مقترحا لوقف إطلاق النار وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. ما هي برأيكم أسباب رفض حماس لهذه المقترحات، وهل نحن أمام محاولة أخرى فاشلة للتوصل إلى هدنة ويعني إنهاء هذه الحرب؟ أعتقد أنه من المبكر الحديث عن رد رسمي للحركة، لأن الوسطاء لم يتحدثوا عن أن هناك ردا رسميا، بغض النظر عن الإفصاح عن تفاصيلها أو لم يفصحوا، لم يتم الحديث عن الموضوع هذا، ولم تؤكد حركة حماس أنها قدمت رد بغض النظر عن تفاصيله. لكن أعتقد أنه هناك يعني في الرد الإسرائيلي على المقترح الذي تقدمت به عفوا حركة حماس فيما مضى، أعتقد أنه كان هناك ثغرات كثيرة تتعلق بمسألة الانسحاب. الإسرائيليون حتى هذه اللحظة يرفضون الانسحاب من القطاع ويصرون على مسألة الأعداد المحدودة للفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعودة إلى الشمال، وأعتقد هذه ويصرون على مسألة التفتيش الأمني لهؤلاء العائدين حتى إلى الشمال. أعتقد هذه مسألة يعني مفصلية بالنسبة لحركة حماس، لا أتوقع أنها ستعطي القبول على هذه المسألة أو أن تخضع العائدين إلى الشمال للإرادة الأمنية الإسرائيلية والتفتيش الأمني الإسرائيلي، لأنها إن فعلت ذلك ستكون يعني تراجع كبير فيما يتعلق بالموقف الذي تقدمت به حركة حماس. لذلك أعتقد أنها ستكون بالرد، إذ إن لم تكن بالرد يعني وفي المرحلة القادمة، وسيكون الرد في تصوري سلبيا في هذه تحديدا النقطة، فإن لم يحصل هناك اختراق من قبل الوسطاء فيما يتعلق به، ولا سيما أنه أمريكا أصلا تتفق في مسألة عودة المهجرين من الشمال، وتقول بشكل صريح أن الإسرائيليين هم الذين يرفضون. لذلك ما معنى أن يطلب من حركة حماس أن تستسلم للإرادة الإسرائيلية؟ لا أعتقد أن حماس ستستسلم للإرادة الإسرائيلية، على الأقل فيما يتعلق بعودة المهجرين للشمال، يجب أن يعودوا ويجب أن يتوقف إطلاق النار ويجب أن يكون صفقة تبادل
يعني مشرفة للشعب الفلسطيني حتى تكون مقبولة عليه. المحلل السياسي الأستاذ أديب زيادة، شكرا لكم، كنت معنا من الدوحة. وكذلك من جنين نشكر الباحثة السياسية الأستاذة سناء زكارنا، شكرا لكم على حضوركم معنا.